حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. إذن خلال الأسبوع الماضي انطلق فريق فضائي في تقديم مسرحية فضائي على مسرح الطفل في حكاية مسك على أرض المعارض الدولية في منطقة الرياض بالشراكة بين قناة مجد الأطفال ومسك الخيرية. طبعاً المسرحية شهدت إقبال جميل من زوار المعرض من الأطفال والأهالي وأيضاً تفاعل رائع مع فريق مسرحية فضائي. طيب كاميرتنا التقطت لنا هالتقرير الخفيف عن أجواء المسرحية وبصراحة في تفاعل جميل. وأنت كنت أمس في حكاية مسك شفت سناباتك يا عبد الله. حبيبي والله متابع سنابي. إيه تابعك بشغف. صدقني ما تابع سنابك. إيه ولا واجد يسألوني عضنا سناب خالد ما هو عندي. طيب يلا ضيف في سنابك عشان. يلا الآن. أنت هات الكود أنا عشان أضيفه. بالفعل كانت المسرحية جدا جميلة والأجواء المصاحبة لها والأجواء اللي أصلا موجودة في حكاية مسك في قسم الأطفال كانت جدا جميلة. فيها دورات وفيها ورش عمل. كانت مهتمة بالميديا والإعلام وصناعة الإعلام. الأطفال يدخلون في جو صناعة الأفلام يختارون القصة ويكتبونها ويشوفون السيناريو ويسجلون الأصوات ويخرجون. وعندهم أيضا جلسة مع حكواتي. عندهم تركيب مكعبات. عندهم ثم المسرح هو الفقرة الأساسية كانوا الشباب يقدمون فيه فقرتهم حكاية. وكانت قناة مجد هي الراعي لها المسرح والمشاركة فيه. وشباب فضائي ما شاء الله تبارك الله كابتن رياض خبران الحين كابتن شوف لاحظ مش مدير وعبد الوهاب السلمي ومعاهم مجموعه من الفتيان وفتيات قناه مجد فضائي شاركوا مشاركه جدا جميله وسعدت والله امس بوجودي معاهم. خلونا نشوف تقرير ونرجع نسولف اكثر ونشوف تفاصيل هالتقرير اللي صور لنا مشكورين يعطيهم العافيه. طبعا حلقات المسرح هذا ستبث ان شاء الله لاحقا على قناه مجد. خلونا نشوف التقرير ونرجع نكمل معكم. كانت هذه لقطات من حكاية مسك ويعطيهم العافية مسرحية فضائي برنامج معروف عرض في موسميه السابقة على قناة مرت في موسم شهر رمضان السابق واللي قبله كذلك. والبرنامج بصراحة جميل وفيه قيم جميلة وفيه مشاركين مميزين بصراحة. نوجه لهم كل التحية كل الشكر. وإحنا أخذنا تفاصيل هالمسرحية وكذلك الحضور وأوقاتها وعرضها في الأسبوع الماضي في بيت المجد. يوم الاثنين القادم هو آخر يوم في عرض مسرحيات